يعني انت يا مامي وافقتي خلاص؟ حبيبتي انت عايزه تشوفي ماما مبسوطه ولا لا؟ مش انت بتبقي مبسوطه لما انا اتبسط؟ طبعا. طيب انا بقى هبقى مبسوطه لو رحنا احنا مع بابي. طب يا حبيبتي ادخلي نامي دلوقتي عشان الوقت متأخر ونبقى نتكلم بعدين. Good night. نايت حبيبتي. وبعدين يا ماما؟ ولا قبلينا روح ماما، ارجعي لجوزك أبو بنتك. سبحان الله، زمان كنت بتكرهيني فيه، دلوقتي عايزاني أرجع له. عشان اللي كنت خايفة منه وقتها حصل خلاص، وهو عبد الله اتعلم الدرس وعرف ان الله حق وراجع يا حبيبتي عايز يصلح حياته معاكي، وكمان عشان بنتك الغلبانه دي. طب وانا ايه؟ طب بنتي عايزه ترجع لباباها وعبد الله عرف غلطته، انا بقى فين في كل الحسبه دي؟ ما هو لو ما كانش حصل اللي حصل من ابو مراد أكيد الموقف كان هيبقى مختلف خالص دلوقتي. أنا حظي وحش. لا يا روح ماما، اوعي تقولي كده. وبعدين ما هو عبد الله هو بقى كويس وممكن يعني ماما أنا ما بحبوش. أنا بحب واحد تاني. ما عنديش أي مشاعر من ناحية عبد الله. مع الوقت بقى هترجع المشاعر وترجعي تحبي تاني. يا ماما ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو فرط فيا زمان وندم وعقل دلوقتي. انا مش حاسه من ناحيته اي حاجه يا ماما. طب قولي لي بذمتك، يعني لو ما كانش في مراد برضه ما كنتيش هترجعي لعبد الله؟ ما فيش مراد خلاص. فين مراد؟ بعد الحب اللي انا شفته مع مراد ده يعني اكيد صعب ان انا ارجع لعبد الله. بصي يا غاليه، انت ومراد يا حبيبتي عمركم ما هتكونوا لبعض، ومين عارف ده ممكن جدا يكون خلاص رجع ليسرى دلوقتي. حبيبتي احنا ستات طبعا لازم تبقي قويه وتحافظي على كرامتك ومن حقك تشتغلي وتحققي ذاتك، بس في النهايه احنا ستات ودي سنه الحياه والفطره اللي ربنا فطرنا عليها. الست بتحتاج راجل والراجل بيحتاج ست. ارجعي لجوزك، ارجعي له وابدأي معاه صفحة جديدة في حياتك وفي حياة بنتك كمان. البطايق من فضلك. اتفضل. مجدي بطاقتك. ده ابن عم والدها. اهلا وسهلا. هو كده. اهلا وسهلا. الف مبروك. اتفضل. شكرا. بقول لك ايه؟ عبد الله شكله مبسوط قوي. عبد الله ما بحبش حد غير غاليه. عندك حق. عقبالك. لا انا شكلي نسيت الموضوع ده خالص. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا ان شاء الله تلاقي اللي تساعدك. انت في ازيك يا عمرو على فكره. مكشره كده ليه؟ واكله حبهان. فكيها شويه، الناس يقولوا ايه؟ احنا في فرح، هو ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل ايه يعني؟ غاليه ما تستاهلش اللي بيحصل لها. يعني ايه غاليه بعد ما تحب؟ ليه ترجع لعبد الله؟ ما تروح تتجوز مراد اللي بتحبه، وانا ممكن اضحي بمرتجي ده واتجوز عبد الله القمر ده ابو عينين ملونه. ربنا عايز كده؟ وبعدين سيبيها تتجوز بقى عشان انا كمان اتجوز.
يلا اعمل لي اي منظر كده. ايوه ليكوا حق، كلكوا تتجوزوا وانا اقعد في قرابيز مصطاجي. مساء الخير. اهلا. اهلا وسهلا بحضرتك والف الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. استاذ مجدي من فضلك حط ايدك في ايد العريس. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك ايات لقوم يتفكرون. واشهد ان لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفظ بذات الدين تربت يداك. وفيه تعال بس أقولك، تعال بس أوصيك بعروسك خيراً وإن شاء الله زيجة موفقة وناجحة بإذن الله. مراد، ايه اللي جابك دلوقتي؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا نيفين؟ هو عبد الله وغالية بيتجوزوا. بس انا رايح فين؟ ما ينفعش تدخل يا مراد، كفايه اللي هي فيه. معلش لو بتحبها بجد امشي. معلش يا مراد. هتمشي صح؟ معلش. أستاذ مجدي من فضلك قول ورايا. زوجتك؟ زوجتك. لحظة واحدة غالية، عايزك ثواني لو سمحتي. أنا إذنكم. غالية، إحنا فاهمين بعض كويس، وأنا شفت في عينيك إنك مش مقتنعة أبدا بكل اللي بيحصل. أنا حاولت. ما تكمليش. أنا حاولت أصلح غلطتي لكن فشلت، وأنا كمان مش ممكن هقبل أبداً إنك تعيشي معايا غصب عنك. أنا مش هقدر أبقى غالية اللي في خيالك، غالية اللي أنت عايز ترجع لها. مش هعرف أبقى هي. زمان قلتلي إنك لما بتيجي تعمل أي حاجة بتبقى عايز تعملها صح وعلى أحسن وضع، يا إما تبقى كارهها ومش عايزها. أنا زيك بالظبط يا عبد الله. أنا آسفة.